الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. قال رئيس جمعية منتجي الأسماك في العراق أياد الطالبي إن التهريب الكبير عبر الحدود أدى إلى تدمير البنية التحتية لجميع مشاريع الثروة الحيوانية وليس الأسماك فقط، ودعا الطالبي السلطات الحكومية إلى إغلاق الحدود مع دول الجوار متهما إياها بتدمير المشاريع الاقتصادية والحيوانية بما في ذلك الأسماك، موضحا أن ندرة الحبوب وارتفاع أسعار العلف أدى إلى توقف تربية الأسماك وبقية الثروة الحيوانية، وبالتالي تأثير ذلك على السوق المحلية بشكل كبير. قال نواب عن محافظة ديالى أن صناعة الطابوق في المحافظة مهددة بسبب استمرار عمليات تهريب المشتقات النفطية من ديالى، وأضاف نواب المحافظة أن العديد من الجهات متورطة بتهريب المشتقات النفطية، ما أدى إلى إغلاق عشرات معامل الطابوق في الفترة الأخيرة والتي تعتمد عليها أكثر من 5000 عائلة. وأشار النواب إلى أن غض الطرف عن عمليات تهريب المشتقات النفطية يؤكد وجود مساعي لتخريب القطاع الاقتصادي في ديالى وخصوصا معامل الطابوق. توقع خبراء اقتصاديون أن يفقد العراق جزءا من حصته في السوق الهندية في ضوء الخصومات التي تمنحها روسيا لمشتري خام الأورال بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ونقلت وسائل إعلام عن الخبراء تأكيدهم أن العراق يزود الهند بخمسة ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل 23% من حاجة نيودلهي من النفط، محتلا المرتبة الأولى، مؤكدين أن الهند تشتري حاليا خام الأورال النفطي الروسي من خلال الدفع بالروبل الروسي والروبية الهندية وبأسعار منخفضة بعد الحظر على صادرات موسكو النفطية. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن فرض حظر على إمدادات الطاقة من روسيا سيضع حدا لازدهار اقتصاد ألمانيا. وأوضح هابيك، وهو أيضا يشغل منصب نائب المستشار الألماني، أنه لا توجد بنية تحتية في ألمانيا لاستيراد الغاز والنفط بطرق أخرى غير روسيا. واعتبر هابيك أنه في حال رفضت روسيا تزويد ألمانيا بالطاقة فإن ذلك سيهدد بإغلاق أكبر شركة كيميائية في العالم فاساف، كما يهدد بخطر هجرة شركات الطاقة إلى الخارج. قال خبراء اقتصاديون في منظمة التعاون والتنمية إن الغزو الروسي لأوكرانيا سيكلف أوروبا نقطة إلى نقطة ونصف من النمو بحسب مدة الصراع، فيما قد يرتفع التضخم نقطتين إلى نقطتين ونصف. وأشار الخبراء إلى أن درجة عدم اليقين تبقى عالية فيما يتعلق بهذه التقديرات، لكنها شددت على ضرورة إجراء تفكير متعمق حول المواضيع الأساسية بما فيها أمن الغذاء والطاقة والأمن الرقمي، فضلا عن تنظيم التبادلات التجارية. وهذه انتقالة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. اللقاء.